انا ولا جاي لغرض مالي يا باشا ولا شهره ولا اعلام. الحمد لله رب العالمين، انا بدل المحجر عندي اكتر من 10. ربنا يزيدك يا رب، يا رب يزيدك. نعرف ايه جاي لله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم. الله يزيدك من نعيمه. مين الشخص؟ محدش يعرف. عشان مش عاوزين نعرف يا استاذ. احنا قلنا مش عاوزين حد اتجه للسحر والشعوذه. ده المصدر خلاص. الاذكاريه فيما بعد تحاصيل لمده اسبوعين كده، القران الكريم خاصه سوره الزلزله وايه الكرسي. اكرر يعني انا يعني بشكركم يا جماعه، مش عايز حد يشكرني. احنا كلنا مسلمين، عندكم صورتين لازم يتقروا كل يوم في كل واحد في بيته. سوره الكرسي معايا ولا لا؟ وسوره الزلزله هو الحجر في البيت الثاني، هو الحجر في البيت الثالث. بس كل حاجه على لوحدها. طيب متفرقين، ولكن لا 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 اجمعوا على حاجه معينه انا عارفها من اول يوم، ولكن لكي يطمئن قلبي في النهايه لازم. كنت مثلا مطمئن 99% من اول مره، اللي مثلا سين كله سببها جن. الجن كان يسرق بيت مال المسلمين، حد من علماء زاد وجن. تمام، لا الجن كان يسرق من بيت مال المسلمين.